انا مجانا ادخل ما صوتهم في الدرجيك ما في جيبي شيء انا بشوف اللينك بتالب هذا طارقني مع الساعه عندي مهاد يا ولد انت حرامك جاتك مغ يا رجل اذا الرجال ترتعب الرجال ما له دخل في العزيمه ولا الرجال يلقى من الشهرين وذي الحين ما عاد يعرف ضيع الاكله ما عاد يعرف كيف ياكل لا والله الموعد جاي يا مخي تكرمكم يا الربع أبعطيكم بيت محاورة وباكم تكملون عليه تكمل عليه؟ اي الرجل هذول نص ما بشعار محاورة جيب من عندك والله ما امسكها بيت ما تذبله والله ما اذبله عليكم من عند الواصل اها الواصل بسم الله عشان يجهزون هما عليكم مواجب وعلينا مواجب وراعا لزوم اليا بدابه يسد والله ما جابه مخلد اني عارف انه بيت حبيب هاي واصل يلا بنساعدك نجيبه عليكم نواجب عجل قبل تنتهي السنابه تلالي للصباح ما مسكها بذناء والله ماني بشاع انت تقول اذا انت السنابه في اقل من دقيقه من والله لو اني المتنبي يا حبيب العازمي انا شايفني ولا من عندي ما يلا عجل يا مال الشحن والله لو اني مصلح ابن عياد والله لو اني مصلح ابن عياد بعد اصبر اصبر والله لا ترى الفرق واضح ترى الفرق واضح بين الحولشاني ها غني والله ما اعرف انا لا باللحن يا رجال فيها لحميه في خشمي انا ما اعرف اغني خلني بجيب هاتك كذا ترى الفرق اي اسمع اسمع انت غازي لا تدخل ولا شنيب ايوه ترى الفرق واضح بين الحوالة شنيب والقى في اخر وش اده وراح والله جدة ولن كانت تبغى نروح لجدة والله ما عاد عندي الا هي هاي ابو فارس الله على الطلاق ايه شب عليهم زي ما شب يلا ايه انت معطيه زلمتين حجل يوم بس نابة ما يذب مع شعار المحاورة من يوم انك فهمت وصل والله ما الثوب السنابة غلقت يا كايد هذا يا اخي انت وش احنا انت عسرتنا بالبيت ترى اذا ضغطتهم كذا تضيق عليها زاويه الفكر انا بهضيق اضغطها قوم مخلص يا اخوي كيف طيب كيف الشعر وسط الصفوف العالم هذه يا اخوي ما ادري معاهم ترى الشعار معاهم اساسا اي والله معاهم تجيهم من الحرار وتجيهم من الاوديه وتجيهم جيت يا الواصل بخشمك الحميه بخشم الحميه وقال خلنا بلعن ما اعرف اجيب ابلعن ولا لا تقطع بيت محاور غن بغن الشدة الغنة هذه نوقف على عظم ساق والله ما اجيبها هلا مرحبا يا ربعنا ولا صاحب وراعى الوفا معروف ما حد بقده راعى الوفا معروف ما حد بقده يلا 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 جات اللوازم عدنا يا ترحيب الله الله وحنا رجال كل ما قف نسد سرت سرت نسد سرت نسد سرت ورضيت على غنتي بغنته لا جات المواقف عدنا يا ترحيب طيب طيب نمد الجزالة ما نمد يمد لا 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 والله وجد والله عند وجد اي والله والله يلح والله يلح انا يلح انا ارفع من الكلمات خلي غازي اللي عشاه يا رجال عشاستر مشي يا رجال هاي غازي الله الله عرفنا زمننا بعد كثرة التجارب الله يجيب الدراهم من يعرف المكذب والله انا كنت بقول البيت اللي يبغى من يعرف المكذب هاي ابو عبد الله عبودي هجت ترى راعي لازم يهد
ما فاهم ما فاهم عايزين عد ايه عايزين يا مخلد ايوه شد هجتك رسميا لا لا رسميا شرحناها وعلى حالتي اسرح اسرح يا ولد اللي خلاك تقول بيتمن ترصصهم لليوم الدف مناظرك ما دفيت له اصبر بيرضى على الحجاج مع ولد يوسف ادري كاميرا باقي يا مدير الاعمار لحظه يعد البيت وش مدلل ولا يا رفيقي ألا ترى صاحب اللازم يهرول كما نسينا الشطر إيه ولا يا رفيقي ذيبكم من يهد هذا تسلب هذا لقيت تحت الوايت ما يركب إلا عليه تحت الوايت الذيب هذا العب لي انا واحد وهو الشاعر وعسرني والقافيه على الثاب حطينا تثليث جميع الكلمات جبناها يوم وصلنا البيت السابع وننشب قلت الله ما ادري ويش واكرمكم الله يوم الخميس السين حطيت الثاب وانا قفي وما يصفقون قال ولد ثاب القافيه على ثاب قلت خلاص اعتبرني اثر امراض لا 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 اي شيء بس ذبله وقمت اتفكر في زماني وعده الله الله وكر في زماني والله البيت بيت مليان وقف نقطة نظام اطالبها انا من يوم جبت البيت الاول نحرتني فتحت الكاميرا علي بالهرج وش اسوي اروح اجيب الكلاشانيب وجده مالي فيها لازم اسمع الرجال هذا افتح الواتساب حقه في غش في غش البيت جاي من عند واحد مرسل واتساب اطلب تفتيش جواله ولا ما ينحسب بيته يقول بيت ثاني ما ينحسب والله ما ينحسب لا تشبه الله ما صرف يا ما فيها فلوس مش اي فيها هل لا ما فيها شيء ان شاء الله كل اللي عندك يرسلوا لك واتساب يا ابو شوق لا والله ماني بشاعر اي شيء لا اعرف الشعر يا ابو شوق فيها طعميه الصوت ما صوت ما اقدر عطر جت عطر لو بدي مشوق جدا مرحبا ترحيب تلها رونق وساليب الله الله يا ربعنا اللي ضعتوا بوسط حد